اهلا بكم من جديد. بيسعدني ان يشاركني في هذه الفقره نجومنا كابتن احمد عيد عبد الملك. مساء الخير يا كابتن. مساء العسل. عجبتك مية البطيخ دي؟ شايفك تقول لي بيقول لي مية البطيخ ده طعمها حلو. ايوه خلاها مية لفت. لا انا عجبني العلم. حاجه طبعا. حاجه كابتن احمد الخضري مساء الفل. اهلا بيك. حاجه تحزن يعني الفيفا يغلط ماشي، يعني في الاخر هو مش عارف، هو دخل جاب حاول يجيب عالم مش عارف. انت اكيد بتتابع والكلام ده نازل من فتره، وده الموقع الرسمي للفيفا اللي كل الدنيا بتخش تعرف الماتشات منه، فانت المفترض متابع مش كده؟ يعني ما خدتش بالك ان ده مش علم مصر؟ ما خدتش بالك ان مصر اسمها ايجيبت مش يو ار؟ يعني ما خدتش بالك من كل الكلام ده؟ يونايتد عرب ريبابليك ده من سنه 61. يعني اهو والله اهو قدامك اهو. يعني ده كلام؟ يعني بدل ما اتحاد الكوره يتشملل ويجري ويبعت ايميل ويطلب منهم يعني اعتذار رسمي، والفيفا مش هي انا قلت للشباب يعني انت عملتوا الميل يا شباب؟ اهو يا عم الميل جالي اهو طلعوا الميل. احنا بعتنا ميل للاتحاد الدولي للفيفا اهو عنوانه عاجل بخصوص خطأ في جدول باريس 2024. احنا الميل بتاعنا عاملينه كده. ترجمته عزيزي مسؤول الاعلام بالفيفا، اتمنى ان تكون بخير. لاحظت وضع العالم المصري بشكل خاطئ. ما تكتبوا يا جماعة ان احنا بوكس. طب ما تكتبوا كده في الميل. لا اعملوا سكرين يا جماعه، احنا عايزين السكرين بتاعنا كله ببوكس بوكس. شيل ده لو سمحت واعمل سكرين بالميل كله. عشان يبقى احنا اللي باعتين. عزيزي مسؤول الاعلام بالفيفا، اتمنى ان تكون بخير. لاحظت وضع العالم المصري بشكل خاطئ على صفحه جدول منافسات كره القدم للرجال لدوره الالعاب الاولمبيه باريس 24 على الموقع الرسمي للاتحاد الدولي الفيفا. لقد تم ايضا كتابه الاختصار بشكل خاطئ، حيث تم كتابه الاختصار يو اي ار بدلا من الاختصار الصحيح اي ار اي. لقد ارفقنا علم جمهوريه مصر العربيه بالرساله، يرجى مراجعه العلم والاختصار والتصحيح على موقع الويب الرسمي الخاص بك مع عطف تمنياتنا بالنجاح المستمر. ادي الميل اللي اتبعت للاتحاد الدولي اللي احنا بعتناه. توفروا عليهم ايه؟ توفروا على الناس اللي شغال. بص يعني في اخطاء تظهر لك تبين لك شكل الاداره ايه؟ يعني في اخطاء ممكن تظن انها بسيطه او حد، لكن تديك انطباع الاداره ان في فوضى موجوده. ده هو من الدواخل ديت هي اساس الشغل، التفاصيل الصغيره. انت اي حد بينجح بيشتغل على التفاصيل الصغيره اول باول. ما يسمعش بالصغار عشان ما تجيلوش الكبيرة. انا الصراحة الحقيقة احنا بقالنا فترة في مسرحية كبيرة في الكرة المصرية. اخيرها النهاردة المنتخب الاولمبي. انا قلت يعني انا اول تعليق. قلنا القايمة ايه؟ انا اول تعليق ليا ما الساعة عدت 12 والناس كاتبة المنتخب الاولمبي الى اين؟ النهاردة انا بتكلم يعني انا اول تعليق ليا قلت انا لو من مكلي هحجز طيارة الصبح واروح بلدي. هتحاسب ازاي؟ الناس هتحاسبوا على ايه طيب؟ تخيل يا استاذ خد الوزير اللي بيحل المشكله. لا مشكله كبيره. لا الوزير بالمناسبه بس عشان هو مد القايمه 6 ساعات. يعني طلبوا مد القايمه 6 الصبح. 6 الصبح يعني. طب تخيل الوزير كل ده في مفاوضات. هو بقى نخش بالاغنيه بتاعت 6 الصبح بتاعت حسين الجسمي. انا لسه بقول لهم عايزين نعمل اغنيه حزاني غناني شاكر يلحنها مصطفى كامل والفها انا. وما تشغل لنا الناي كده يا محمد ولا حاجه ونقعد انا وعيد والخضري نعمل حلقه سيد الحلقه اللي حلقه حزينه. لا النهارده كان يوم سعيد. نازل على صفحه الرابطه غلط. يعني امبارح بعد ماتش بعد الجوله امبارح ماتش بيراميدز وسموحه قعدنا نهزر. شفت يوم ما كنا في الحلقه اللي فاتت والتاجيلات يعني انا وعيد وسيد قعدنا خدنا ربع ساعه مش قادرين نمسك نفسنا من الضحك. يعني قال لك بسرعه الحق الماتش هتلاقي على الماتش سموحه وبيراميدز امبارح وان الماتشات اللي كانت هتلاقي اليومين دول اتاجلوا اليوم وان هم التلات والتلات فقاعدين نحسب على الكالندر نلاقي التلات ده سبت مش تلات. التاريخ اللي مكتوب ده قال لك التلات 13 يوم 13 ده طلع سبت مش تلات وان يوم 4/8 طلع حد مش تلات. الناس دي بتكتب وده جرى الرسمي وقال لك ايه نسخه للتلفزيون المصري ونسخه للمتحده ونسخه الاون ونسخه للحكام ونسخه لكل الناس.
فاللي بيكتب ده ازاي مش دقيق؟ يعني انا في البرنامج ممكن اقول حاجه مش دقيقه عن جدول الدوري، يعني ممكن انا عند الشباب يقعد ما بيبقاش دقيق قوي، يعني يغلط غلطه هقطع رقبته. بس وارد، انا مش انا الجهه اللي بتطلع، لكن صفحه الرابطه يا احمد منزله جدول الدوري غلط نقاطا، يعني المصري 48 نقطه نازل 45، المقاولين تعادل امبارح ب 20 نازل 19 ومخلينه الاخير وفوق الداخليه. ماتشات كتير برضه معذورين، ده بتاع خمس ست ماتشات، شوط زحمه مش عارف. فده مع العالم، مع الفوضى، غير بقى البلوكات بقى، مشكله المنتخب الاولمبي، فيتوريا عايز عقده كله، البيراميدز كاتب بيان بيهين المنادي. اسبوع من غير مشكله. لا اسبوع ايه؟ يوم. لا يوم. هات لي الميل تاني يا جماعه كده سكرين للميل. كل يوم ترند جديد. ده الميل بتاعنا اهو اللي احنا بعتناه، من ابعتوا لي برده يا شباب، من بوكس تو بوكس الى الاتحاد الدولي لكره القدم، واللي بنقول فيه انه يجب تغيير اللوجو وتغيير العلم، لان هو مش ده اللوجو ولا العلم بتاعنا في المرحله دي في الجدول اللي نشر على الصفحه الرسميه للاتحاد الدولي الفيفا اللي خاص بالمنتخب الاولمبي. وتحت طبعا وقعنا بتوقيع بوكس تو بوكس ايجيبشن تي في بروجرام بريزنتر محمد شبانه اي تي سي تي في. ادي الميل بتاعنا اللي بعتناه، وان شاء الله هنواصل عشان احنا بقى نغير الفضيحه اللي موجوده. ده مش علم بلدنا، وفي اكتر من كده، مش علم، مش هحافظ علم بلدك شكله ايه؟ يعني انت مش واخد بالك ان علم بلدك فيه نسر مش نجمتين؟ وحتى يعني اول ما ده احنا فوجئنا، ده احنا بنراجع الجدول دلوقتي من شويه مش مصدقين مش عالمنا، يعني اي حد يعني فاهم، اي حد هيخش مش عالمنا. صحيح. ليك تعليق ولا اشغل لك ناي وتخش لنا؟ لا خلاص كفايه ناي كده، كفايه ناي. انا عايز سعيد جابت قال لك قال لك مواد بطيخ من ده حلو، مواد بطيخ وبعدين غاليه في الكافيهات. ايوه دلوقتي غاليه. دي مايت ليفت، تعمل سموزي كمان. دي اعتبارها مايت ليفت. ايوه. لا دي زي ما كابتن احمد بيقول، تفاصيل التفاصيل. انت ناس ولا ما انت عشان تنجح لازم تهتم بالتفاصيل. هات اي عمل ناجح، اي حاجه ناجح بيهتم بالتفاصيل الصغيره قوي دول، ولا تفاصيل صغيره ولا تفاصيل كبيره. وفعلا انت، انا كنت بقول كل اسبوع زي ما كابتن احمد بيقول، كل يوم كل يوم في مشكله يعني بص، خلصنا الماتش كان سموحه وبيراميدز، هيتلعب الماتش لا مش هيتلعب، والكهرباء هيتعاد كله، والقاهره هيتعاد كله، ولا حته منه ولا مش قاهره بقى نص ماتش بقى فجاه ميني... لقينا حاجه جديده ثالثه خالص بقى ميني... لا بقى ميني ماتش ماشي خلصنا ميني تاني يوم. من بكره تاني يوم، تاني يوم هو في كده ده انا ميني ماتش. انا لعيب اللعيبه عارف انت اللعيبه، انا وانا بتفرج على الماتش امبارح عارف كابتن احمد ما تحس، عارف انت لما يبقى عندك جهاز ماتش او بتسرع تحس كله عشان نص ماتش كله بيجري، اللي بيجري بقى ايه، تحس ان انت مسرع، عامل جهاز مسرع على بتاع الحكم بيجري، الريتم عالي، اه واللعيب بيجري واللي مش عارف بيراميدز عايز يلحق وجنبه خلص كان يعني حاجه. فخلصنا النهارده طلع المنتخب الاولمبي وتخيل ولغايه اخر اللحظه يا راجل، النهارده اخر اخر الساعه القايمه، هو ينفع هو ينفع كده وانت مش عارف تحل لغايه اخر ساعه؟ انا ليا وجهه نظر بقى يعني غير كابتن احمد. انا المنتخب الاولمبي، انت المفروض انت صدرت نفسك مشكله، انت مش هتموت، احنا هنتكلم في تفاصيل الثلاثه الكبار، بس انت المفروض انت تتعامل مع لعيبتك ان هو ده المنتخب الاولمبي. هو انت يعني لو ما جبتش مثلا مساك، طب انت المساك ده لو ما جاش المساك اللي بيلعب معاك ده هيلعب ازاي؟ انت بتلعب دول جم ما جوش خير وبركه، ما فيش مشكله، انت من حقك تجيبهم، لكن انت مش من اول لحظه الثلاثه الكبار الثلاثه، طب ما جاش فلان، طب هاته فلان، طب هاته منني، طب هاتوا اي حد، وكان الناس دي اللي عندك دي يا فندم دول 23 سنه، يعني دول اللي يكسروا الدنيا. طب اقول لك مفاجاه، مش دي بس المشكله. لا ما في مشاكل، ما لا مشكله، لا مشكله في اللعيبه اصلا بتاعت دلوقتي، ما في مشكله. البيراميدز بيقول لك انا مش بعت اللعيبه، لا لا ده المشاكل اكبر من كده. لا مش البيراميدز والاهلي 12-7. فبيراميدز عنده لعيبه المنتخب تمام، منهم ابراهيم عادل متالق ومهم ومحمود صابر، قال لك طب انتوا اول ماتش او سفركم هيبقى يوم 13، هم مسافرين بره معسكر، هم يبداوا معسكر داخلي من يوم 15، من يوم 5 بكره، بعد بكره فيقعدوا لغايه يا احمد اسبوع يتمرنوا وبعدين يسافر يوم 13. أيوة قال لك بس انا هديهم لك على السفر. ما لو الاهلي عندي اهلي، بص بقى، فالاهلي قال لك ايه لما عرف وانا مش باع؟ لا ومعنى الاهلي لعيبه ايه؟ لعيبه ما، طب وانا كمان مش باعت، اشمعنى بيراميدز ده لعيبه؟ لا وهي العمليه داخل في دور العند، يعني الاهلي لعيبه ما بتخشش في القايمه، يعني حمزه علاء على الدبيس على مش عارف ايه وكوكا، بس هي العمليه يعني كوكا اللي على مراحل، لكن ايه هي العمليه داخل. لا ما هيقول لك اشمعنى بقى، ما هي دخلت في اطار عند ده، عدت الثلاثه كمان الكبار اهو بقت فوضى. ما هي الفكره، بس انا الفكره في ايه؟ انا في
في متابعه الجماهير للحدث هي الدنيا. وهي انا كان عندي يقين للحقيقه دي وانا اتاكدت منها في ازمه المنتخب الاولمبي ان المنتخبات بتيجي في اهتمام الناس بعد اهلي والزمالك. لا اخر حاجه خالص هتلاقي ولا اهلي وزمالك. اتحدى لو حد طلع على السوشيال ولا بتاع هاجم اهلي هاجم بيراميدز هاجم زمالك حتى لو زمالك في الموضوع بتاع خالص خالص يعني عارف المنتخب الاولمبي ده ملوش اب ولا ام يتيم كده ملوش حد. فانت تيجي في الازمات يا كابتن احمد تلاقي في الاخر ايه على مضض كده اول هتلاقي واحد زعلان عشان المنتخب الاولمبي ولا حد هيقول لك. انا هقول لك تصريح للكابتن سعيد في بيراميدز لانه بيراميدز كان عامل بيان من يومين واحنا يعني كان بيان غريب جدا وفي الفاظ غريبه جدا وجمل صعبه جدا وبنقول ابحث عن حقك لكن لا تهين ما يصحش. واتحاد الكوره بقى لي يومين بقول لهم يعني النخوه تخليك تحيل للتحقيق حتى بتبرأ بس حيل لانه ما يصحش. دخل معايا دكتور هاجي الكومي امبارح مداخله بص لابس الكلابزات وكان جامد جدا هو لابس يقول لي لا ومش عايز اسكت والجروب والنائبه ثروت سويلم قبلها بيوم وقال لي خلاص واحنا الجروب اتفقنا ومش هنسكت وهنحاول لغايه النهارده الساعه 1 اهو من امبارح بالليل الساعه 11 يعني من حلقه امبارح 11 فات 26 ساعه ولسه ما فيش قرار وقبليه 24 ساعه ما فيش قرار على الاهانه بتاعت البيان. لا ما فيش قرار. طب انا بقول لك يعني فما تجيش تكلمني يعني. المهم الكابتن هاني سعيد لانه البيان انا ليه بقول لك البيان لانه كان في جمل بتتكلم على مصلحه المنتخب الاولمبي فهاني سعيد بقول لك المشكله مش في الثلاثه دلوقتي عند ميكالي ده مش عايزين يدوا لعيبته وده اللي خلى هاني سعيد بقى بيقول ده في تصريحه حتى بيقول لك البيراميدز مش هيتاخر عن المنتخب الاولمبي او اي منتخب مصري لكن اتحاد الكوره ما نسقش معانا في محمود صابر ويستنوا علينا في ابراهيم عادل. ما انا بقى هاجي لك في ديت انا عندي المعلومه. طب خليني اكمل التصريح وحضرتك على ماشي ويكمل ابراهيم عادل لغايه ما نخلص اهلي وزمالك ماتشين اهلي والزمالك وقال لك ونفى بيراميدز يكون رفض انضمام اي لاعب مع انه هو مش عايز يضم يعني حاجه غريبه مش بينفي انضمام اي لاعب لكن في نفس الوقت بيقول لك ان احنا مقدرين ان المنتخب الاولمبي عنده اولمبياد لكن احنا عندنا تنسيق وعندنا ماتشات مهمه برضه صعب نسيب اللعيبه خلينا ما نتكلمش على مصطفى فتحي فوق السن ولا بنتكلم على اللعيبه اللي هنا اللي في البيراميدز او في الاهلي فوق السن وقال التنسيق مطلوب خاصه ان اول ماتش للمنتخب الاولمبي اصلا يوم 24 يوليو انت مستعجل لسه خدهم قبلها ب 15 يوم ليه خدهم قبلها ب 12 ساعه صح ولا غلط اشحنه لك هو بس ده انا حاجه اكمل لك بس قالك لسه في وقت فاللعيبه تكمل معانا في الدوري ثم تروح المعسكر وبيراميدز بيدعم المنتخب يعني شوف يعني مش فاهم يعني عكس بعض بتدعم المنتخب مش عايز تودي اللعيب وقال مجلس الاداره خلال يومين هيتخذ قرار بشان موعد انضمام اللاعبين هم اللي هيقرروا ينضموا امتى للمنتخب ده احنا بنتكلم على اللعيبه اللي في ايه في نفس المرحله السنيه دي قصه تانية خالص وعاد هاني سعيد وبيقول المشكله في المنتخب الاولمبي ان الوقت امتد لهذه المرحله اتفضل كابتن احمد هي المشكله مش في محمود صابر ومحمود صابر من يوم 5 هيبقى موجود في المعسكر المشكله في ابراهيم عادل هم شايفين ان ابراهيم عادل لعيب من اللعيبه الركائز الاساسيه في عندهم وعندهم مشكله كبيره ان عدم وجود رمضان صبحي كمان يا احنا مالنا ايوه ماشي ما انا بكلمك بقى في اللي هم بيتكلموا فيه بس في المرحله السنيه ما حدش يتكلم انا بتكلم بقى لو انا قلت لك عايز انا بتكلم عايز عبد المنعم بص عايز ماشي ما اتكلم فوق السن الثلاثه اللي فوق السن ما فيهاش اجبار لكن المرحله السنيه كمان هتتكلم انا معاك في النقطه ديت لكن انا بقول لك المعلومه اللي عندي فاهم المعلومه اللي عندي انا بعلق على كلام فهو الموضوع ماشي مع اتحاد الكوره ومع المنظومه كلها دلوقتي ده بيعند وده بيعند وده بيعند ومحدش قادر ياخد قرار ايوه عشان مفيش يا كابتن احمد قوه ايوه ما انا بقول لك محدش قادر ياخد قرار مفيش مجلس قوي هرجع لك السبب برضو انت برضو من حلقتين ثلاثه قلت لي لا مش هو ده السبب قلت لك دوري كورونا هو اللي مخلينا في مشاكل لحد دلوقتي طبعاً. لحد الان اللي هو ما اتلغاش كان زماننا خلصنا او دوري كورونا كمل كان يعمل موسم استثنائي بعده او اللي بعده ما هو انا ثلاث مواسم بعديه يا بنت الثلاث مواسم اللي قبل كورونا والثلاث مواسم والاربع مواسم بعد كورونا الدوري لا ما فيش لا كان شهر 8 لا 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 طب يا جماعه هتقولي موسم طب لحظه دوري كورونا سنه كام موسم كام 2020 حلو هتقولي يا جماعه موسم 18 19 وموسم بعد اذنكم 19 20 وموسم 17 18 بعد اذنكم خلصوا كام 17 18 18 19 19 20 بعد اذنكم اخر كان الاعدادي جيب لي موسم 19 خلص 19 20 امتى بقى عشان كان كاس الامم هنا في مصر 19 20 هو الكورونا 19 20 هو الكورونا لا ايوه ما الكورونا كانت مارس 20
كانت مارس 20 وهي امتدت لغايه الدوري امتد لغايه لا ما هو احنا لعبنا بقى لغايه شهر لغايه 12. اكتوبر تقريبا في سبتمبر او اكتوبر مش فاكر خلص سبتمبر الدوري الجديد بدا في شهر واحد اللي هو الدوري اللي بعده اللي هو 21 22 او 20 21 ده اللي خده الزمالك بدا واحد ازاي ايوه بدا في شهر واحد ما تشوف انت او بدا في شهر 12 حاجه كده في اخر شهر موسم 18 19 خلص 28 7 18 19 خلص قبل كورونا ده ليه بقى عشان كاس الامم كان في مصر هنا يعني مش كورونا بقى كل الدورات ما هو كاس الامم اللي دخل 18. اول مره كان اول مره يخش طب 17 18 عشان كابتن احمد ايه و 18 19 دوري الكورونا خلص كام واللي بعديه بدا لا كام لا كورونا خلص كام هو الفيصل خلص كام وبقى لا انا قصدي انا النقاش ده انا ليه بقول انا ليه بقول الكورونا مش هو السبب اولا الكورونا امتد صح امتد كلنا مش مختلفين الدوري اللي بعده اتلعب وعلى فكره مش الاهلي السبب ده اتجاه دوله وقتها حلو بس امتد يعني لو كان طب انت قول لي اتجاه دوله في ايه بقى في الموضوع في ايه فين اتجاه دوله فين لانه كان في وقتها حظر وفي مشاكل وبدات الدنيا تفتح فكان عايز تبان الدوله على فكره انت كنت معلش يا خد هتلغي الدوري كنت هتقعد هتقعد شهر ونص وتبدا عيد. دوري جديد نظرتك يا جماعه لحظه واحده يا جماعه انت نظرتك كوره الدوله في بعض الاحيان في الايفنتات اللي زي دي نظرتها مختلفه اقتصاديا لان كنا احنا خارجين من حظر طويل وكان في امور اقتصاديه كتير متعثره ف يعني يعني هي الدوله هي دخلت في موضوع الزمالك اللي فات ده يا عم لحظه يلعب او ما يلعبش يا عم انا بتكلم على ده شكل عام بتكلم وقتها في بيان تخرج من الدوله كل البطولات تتلعب ايوه ماشي في كل الالعاب البطوله تتلعب في كل الالعاب بس خليني بس اقول لك ليه ان النشاط يرجع مش البطولات تتلعب ماشي هم خلاص بقى ما هو يا استاذ عيد بس يعني سيبك من ده لكن انا هقول لك وكورونا ممتد لشهر 10 او شهر 9 اما الشباب بس يجيبوا لنا انتهى امتى اللي هو بتاع 19 20 الدوري الجديد تقريبا بدا في شهر 12 ما كان في ايدك والخضر اللي معانا اهو وانت واتكلمنا بدل السنه 10 ما احنا كنا بنكتب وبنطلع نتكلم انك تعدل الدوري التالي بشكل مختلف اللي انت عايز تعمله بكره ما ده اللي قلناه ما اللي انت عايز يعني انت مش دوري الكورونا امتد ما ده اللي قلناه طيب. ما انا بقول لك حلو مش دوري الكورونا امتد كنت تقدر الدوري اللي بعديه خضر ده الكلام يعني يصلحه يعني مش التاني يا سيدي ما صلحتش اللي بعديه اللي هو 2021 ايوه طب صلح 21 22 طب ما هو الدوري ده ما صلح اصل دايما تقول لك دوري كورونا يبقى هي المشكله في ايه ان الدوري يعني دلوقتي انا ماليش دعوه بالمسمى ولا بسبب انا مشكلتي ان الدوري لغايه دلوقتي دوريات كلها 31 اكتوبر 20 خلصت 31 طيب اكتوبر 20 تاني بقى في شهر 12 شوفوا لنا في شهر 12 انا متاكد اللي انت هتعمله الموسم الجاي احمد ايوه ما كانوا كنت تعمله من 3 سنين يعني انت لا يعني انا قصدي الدوري دلوقتي لو خلصان كنت تعمله من 3 سنين يا أيوة شباب لو دوري خلصان يا كابتن احمد كان شايف في مشكله يعني المشكله دي دلوقتي ليه ايه السبب طبعا عشان في ده في ماتش طبعا يا باشا ده خد الدوري ده هو ده هو ده ربنا بيحبهم اللي بعديه بدا 11 12 ده خلص ايوه ما انا عارف انا ده الدوري هيخلص امتى السنه دي الله اعلم طب اما يتاجل بقى بكره انت عارف ان هو ما تعرفش اما يتاجل بكره انا كنت لسه هقول لك تصريح الدكتور اشرف صبحي هيتاجل خلينا نقول ما الله اعلم لا الدوري هيتاجل الدوري هيتاجل الدكتور اشرف صبحي المح وقال لك موارد ان الدوري يتاجل لا الدوري هيتاجل يا كابتن الدوري بس هتأجل. انا كنت معاك بنقول الحلقه اللي فاتت انا مقترحنا انا وانت وسيد ما هو الدوري يتاجل عارف انا كنت كده 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 السنه الجايه استثنائي بنقول الدوري يخلص كام كده كده 8 لو بقى 30 ايه المشكله كده كده استثنائي لا انا السنه الجديده لا انا ضد تاجيل الدوري طبعا السنه الجديده انت عشان لعيب او اتنين تاجل دوري بيت وقع بقول لك ايه البيت وقع انت مش قادر تحكم على الانديه تاجل دوري استنى بس هاخدها انت عمال هو الاسئله ما هو مش قادر احكم على الانديه ديت دي قصه ثانيه من زمان لا يعني دلوقتي هي هي الكوره الدوري والكاس والحاجات دي معموله عشان ايه المنتخبات لا العكست المنتخب معمول عشان انديه يا ابني بقول لك ان كان الاتحاد مش قادر يرد على اهانته مش قادر حتى هيقرر قرار دوري وانديه ولاعيبه ده مش قادر يقول عيب مش قادر يكلم الفيفا يقول لهم العالم غلط لا ما هو مليئة. بتنزل الجدول غلط طب ما خلاص يبقى لازم بقى تصلح في كل حاجه ما مين قال ايوه طبعا مين قال الاتحاد قايم بدور ومين قال الاتحاد قايم بدور عارف مين اللي بيدير الكوره في مصر الاعلام اقسم بالله صحيح والانديه والاعلام البيانات الانديه والاعلام النادي اللي النادي اللي طبعا صح. هو النادي اللي زمجر ياخد حقه الاعلام يهيص في دي خلاص يسكتوه بانه طب ما الزمالك زمجر وما خدش حقه زمجر غلط في قضيه غلط ادارها غلط صح ادارها غلط ما هو اغلب الناس بتزمجر غلط لا اللي بيزمجر صح خلينا نقول كده بيعرف ياخد ما فيش حد بيزمجر صح اهو
لا هي في مشكله، مشكله ان برضو ان الدوري هيتاجل، وطبعا الاهلي مش عاجبه التاجيل اعتقد كده، وانا ضد فكره التاجيل ده. التاجيل ده هتدخلنا في متاهات برضو، يعني مش اسهل حاجه اقول لك اجل. لا ما طب ما يا فندم في سيستم. انا ما بعتبر، انا عن نفسي ما بعتبرش عدم ارسال اللعيبه دي خيانه في اللائحه. ما انت ما تجيش تقول الكبار يا احمد، ما تجيش تقول الاولمبياد. انا بتكلم على الكبار. لا ده هو ده المشكله. لا انا بتكلم على الكبار. التاجيل مش عشان الكبار، انا فاهم. لا ده التاجيل عشان لا لا التاجيل عشان الكبار في الاصل، مش عشان الكبار. لا 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 اقسم بالله. ما هو الصغيرين يعني الدوري اتاجل عشان ابراهيم عادل. يعني اجل عشان ابراهيم عادل؟ لا عشان امال مين صغيرين؟ بص النادي فيوتش مودرن مش عايز يسيب علي زعل. هو ليه؟ طب اسمع بس هقول لك. بص النادي مودرن مش عايز يسيب علي زعل. سؤال بقى. هو نادي مودرن فيوتشر بينافس على ايه؟ مودرن سبورت. سبورت انا اسف. بينافس على لا إيه؟ بينافس على المربع الذهبي. انا ممكن في افريقيا. انا افريقيا. خد بقى هو. ما خلاص يا ما تبعتش لسه. ما اتحسمتش. ما اتحسمتش. هم خدوها من الدور الاولاني ازاي؟ يعني هم دلوقتي يا باشا همدوا في الزمالك وبعد كده. لا الزمالك كده كده هيشارك حامل لقب والاهلي حامل لقب. لا انا ما بكلمكش في كده. ما هو الزمالك كان عنده عدد بناط اللي هو يروح يبقى تاني الدوري او يخش في تاني الدوري عادي. ده في دوري الابطال يعني؟ ايوه بالمناسبه الملاعب عندك. بمناسبه المشاركه في الفرقه يعني مودرن سبورت الرابع دلوقتي، فعنده امل يبقى رابع تاني كده. استاذ شبانه صار الكونفدراليه ده وعنده امل. بمناسبه بص يا كابتن، ما انت كل واحد ما انت خليت يعيد الناس اللي ما انت خليت يعيد كل واحد يبص لمصلحته. ما انت النهارده واحد ده مش عايز يسيب لعيب عشان عنده اهلي وزمالك ابراهيم عادل، وده عنده طموح كل واحد وتسمعه عنده الكلام ده بقى. ما فوضى الكلام ده بقى، ما كده تبقى فوضى بقى. ما فوضى كده بنهزر. التاجيل خد مني الكلام علشان اللاعبين في المرحله السنيه مش عشان الكبار. لا يبقى كده بنهزر. انا بقول لك معلومه. طب خد بقى خد دي بقول لك معلومه. خد دي انت عارف ان الفيوتشر بيراميدز لما زنجر معاهم ابراهيم عادل ومش عارف ايه كان رد بتاع الكوره النهارده ما لمحتش خبر غريب كده. ما هو إيه؟ انت عارف ايه اطلع لك من الدرج ايه زي ما عارف طلعوا للزمالك من الدرج إيه مش هتلعب في الكونفدراليه طلعوا الرخصه. قال لك الرخصه ده نجوم المستقبل. في جواب. هذا انا موجود موضوع نجوم المستقبل ده. ايوه ما انا بقول لك الجواب موجود يا كابتن. الجواب موجود. جواب ده في ميل جيم الاتحاد الافريقي. انا بقول لك كان قاعد في المدفن بتاع وليد العطار. قال لك ايه؟ قال لك طلعه النهارده. بجد؟ قال لك مش انت بتقول مش هتلعب بقى ومش. طب اهو ده المدفن اللي كان فيه جواب الاهلي. يبقى في جوابات في الاتحاد. كل مدير عنده مدفن. يبقى كره ايه بقى؟ يبقى كره ايه بقى؟ يبقى بنهزر. لازم يبقى في دوله وفي وزير وفي وفي لا كل واحد يعرف يلزم وفي وزير وفي. يا جماعه الدكتور اشرف صبحي النهارده قاعد بيناقش منتخب الام مشكلته ده يعني ده دوله. ما ايوه هو عشان خاطر في الامور كلها فطسانه يا جماعه. يعني الراجل بيناقش قضيه فيتوريا وعقده. الراجل بيناقش قضيه ازمه. طب انا عايز اقول لك حاجه. طب اقول لك ازمه الماتش اللي حصل فيه الحريق ومين اللي عمل اللجنه بتاعت الحريق؟ مين؟ للوزير المحافظه مع الوزير ولا اتحاد كوره داريان؟ لا اتحاد كرة ولا وده شغل مين؟ رابطة واتحاد كرة. طب مش ده بقى يخلينا بقى يا دولة يبقى لما اتحاد الكرة الجديد يبقى اتحاد كرة بجد؟ طبعا يبقى بجد بقى. طبعا المرة دي يبقى بجد. طبعا ده لازم كده. لكن يبقى يدير بجد. لكن احنا دلوقتي يعني ويدير بجد ايه؟ يعني تيجي ناس فعلا فعلا مترفعة فعلا بتفهم فعلا ملهاش مصالح بجد. يا باشا انا اكتب لك لازم تيجي في ناس كتير. اكتب لك دلوقتي طبعا في 50 واحد كده. اجيب لك تويت انا منزلها من 2020 على الموضوع ده دلوقتي وتتعرض اللي انا اتكلمت فيه من 4 سنين بالظبط. كان حال الكره المصريه. هتقعد ترجع 4 سنين؟ لا ما هعمل سيرش هتيجي على طول. بقول لك كلامي. انت دلوقتي ولا عارف تدير مسابقه ولا عارف وما عندكش اتحاد كوره اصلا قادر يعمل حاجه ولا قادر على الانديه في حاجه. انت كل المطلوب منك ان انت تجيب شخص يدير محايد مش عارف المحايد ده هيجي منين. يعني فيه ماشي في مجالس ادارات يجي فيها ناس محايده كتير. انا وجهه نظري محترمة. انا وجهه نظري بس في ناس فعلا من احسن المجالس اللي جت حتى لو كان معين. لا الاستاذ عمرو الجنايني ومحمد فضل وحسام الزناتي والدكتور احمد عبد الله. ايوه هم كانوا الاربعه دول هم اللي كانوا دايرين الكوره في الفتره ديت. الدوري كان ماشي بشكل كويس. هو ده دوري الكورونا. عارف ليه؟ وطبعا عارف ليه كمان اتلعب عشان غصب عشان الانديه ما وافقتش اللي هو الدوري يتلغي. ما هم غيروش الدوري. ايوه انا بقول لك ما اتلعب برضه بنفس. هم ما غيروش اي الانديه. أيوة لا هو لا هم مشوا. المجلس اللي بيقول لا هم مشوا. لا هم مشوا. لا مشوا في نص 21 جه احمد مجاهد. ايوه مشي في نص 6 7 شهور. هم قعدوا لغايه سنه 22 فبراير او مارس 22.
احنا كورونا كان 2020. انا قصدي ايه، حتى لو المجلس ده كويس، انا عايز ناس يا خضر ويعيد ما تبصش على اسم، هي لايحة. وانا كمان ما اروحش الاتحاد، انا كشبانه لو انا رئيس مجلس اداره وعضو مجلس ما اروحش الاتحاد، ولو الموظف ما نفذش اللائحه غصب عن اي حد يتحاسب. وما تخبيش الجواب بقى والكلام ده. ما هو برضه استاذ احمد، البطانه اللي شغاله في طبعًا يعني انا ينفع من قديم الازل دي موجوده، هي ديت اللي لا واللوائح اللي بترقص البطانه اللي موجوده واللوائح اللي بترقص، يعني في اللائحه بتقول لك يا قوة قاهره الماتش يتعاد كله يا يكسبوا بيراميدز. مفيش في اللائحه حاجه ثالثه، فتقوم انت حاطط بند كده للراس تقول ايه في حاله احتياج الرابطه تطلع قرار مش في اللائحه تطلعه من اجل العداله والشفافيه. ايه دي يعني؟ يا مش فاهم هو مين في الكوره في مصر الفتره اللي يعني فاتت اللي فاتت دي كان بيدير بشكل كويس، او الكوره يعني اديرت بشكل كويس من الناس اللي موجود عشان يمشي ويجي تاني يمشي في اللائحه في الدنيا تطلع قرار مش موجود فيها؟ ده مفيش اصلا، يعني لائحتك مش عادله، مش موجوده اصلا. يعني انت بتقول لائحتي مش عادله؟ مش موجوده اصلا. انا مثلا مش كنت شايف ده احسن حل، ما نفذوش، انفذ اللائحه واعدل اللائحه فورا، اعدل البند ده اذا انا شايف ان حاجه طرقت للعداله في المستقبل، اغير اللائحه واحط البند ده، صح؟ زي مشكله حسين الشحات والشيبي، كلنا متفقين ان خد اضعف عقوبه، ما تشي اختلفنا الشيبي يروح المحكمه ولا لا؟ اللي قال من حقه ولا لا مش من حقه، بس ما حدش فينا اختلف على زمن العقوبه انها قليله جدا طبعا، وانها كلنا قلنا هي السبب قليل، هي السبب. واللائحه تيجي تتكلم حد عن الكوره يقول لك ايه اللائحه ازاي، ما تيجي تتكلم حد الكوره يقول لك ايه اصل المسابقات طلعت طب القرار. ما تقدر اللائحه ازاي؟ ما لا انا بقول لك يعني هي اللائحه فيها هو اللي حصل يدي اقصى عقوبه يا باشا، فين اقصى العقوبه؟ انت اديت اقل عقوبه كانك واخد كارت احمر مباشر. في اللائحه فيها بنود بتقول لغايه 6 ماتشات، وفيها بنود بتقول كده في حاله عنصر عناصر اللعبه اعتدى، ما مش لازم يعني دي لعيب في ماتش، ما هو اللعيب عنصر، يعني تقدر تستخدمه البند التاني لو كنت عايز، لو 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 لو, لو. ما ده قصدي لو لازم تحط لوائح قويه، اداره مسابقات تدير محترفه. ما انت الدوريات الجامده دي انا مش عايز كده بقى، الدوريات اللي بقت لا ما انا هاجي لك بقى، انا اقول لك الدوريات اللي بقت جامده الدوريات العربيه ليه؟ الدوري السعودي ما فيش حد عنده حزبه هناك، ما فيش حد عنده حزبه. وتاني حاجه هم جابوا لجان تدير وتنظم وحطوا معاهم كوادر تتعلم منهم. حلو، ما هو واللي بيحصل للهلال بيحصل لضمك بيحصل للوحده لكل الناس، بيحصل لاتحاد جده بيحصل لاتحاد جده اللي كان عنده ماتش في اليابان ولا في الصين وعنده ماتش بعدها ب 48 ساعة عايز يأجل، ما تأجلوش، راح لعب ورجع لعب الماتش التاني غصب عنه. يبقى نادي من الأندية الكبيرة. أنا بقى احنا متفقين إن يجي مجلس ملوش حزبة وقوي شخصيته كلها، احنا عارفينها في الوسط إنها شخصيات قوية. يعني لازم يجي المجلس الخضري واثق في إن فعلا الراجل ده شخصيته قوية. هل بداية النجاح إيه؟ بداية النجاح إن الدولة تخلي يجي اتحاد كورة بجد وفي عناصر في الكورة. مصر ولادة، مصر ولادة زي كابتن احمد عيد اللي هو من لا لا انا حطيت لك دلوقتي من ولا ما في ناس جت ومشت مصر ورجعت. هو محمود طاهر مش قوي وطاهر ابو زيد مش قوي، الناس دي مش قويه، وعمرو الجنايه ده مش قوي جدا، واحمد عبد الله هو هو فضل. هو ماجد سامي مش قوي، ماجد سامي وشريع ووليد دعبس مش قوي، ودعبس والشريع مش قوي. الناس دي لا ملهاش حزبه. خد بالك الناس دي اصل الزمالك اصل الاهلي اصل ده يزعل اصل ده يروح اصل ده يطلع ولا محتاجه يعني خالد بيومي. ربنا وخد بيومي الناس دي لا محتاجه كمان سفريه ولا محتاجه للنادي ده يعمل لها حق، صح ولا لا محتاجه يا راجل ده انت يعني احنا لو قعدنا دلوقتي نحكي مش هفوت اللي انت قلته ده، مش هفوت دي. انت لو عملت جدول كده لو زمايلنا في الاعداد كده جابوا كل واحد في المجلس سافر قد ايه هتلاقي كوارث. طبعا هتلاقي كوارث سفريات. عارف الاسماء اللي بنقولها دي؟ اتحداك ومن غير ما اعرف والله اتحداك لو واحد فيهم الاسماء دي لو حد فيهم جه اتحداك لو قبل هيسافر على حسابه انه يسافر على حساب الاتحاد او يسافر دعوه من غير ما اعرف. انت كل شويه بتسافر فين دول تلاقي غير ما اعرف والله. يعني هل تتوقع محمود طاهر يسافر على حساب الاتحاد مثلا او تتوقع طاهر ابو زيد او تتوقع ماجد سامي او وليد دعبس او ايمن الشريع او ناس انا قاعدين قلنا الساعه 6 7 اسماء طبعا يعني تقدر تجيب عدد من الاسماء كبير جدا. ايه رايك بقى؟ طبعا لا مصر ولاده، لا تسيبهم وتسيب بقى يبقى جايب فكر بجد والكلام ده ومفيش ومسطره واحده مع الكل ولايحه ونظام وهات شركه اجنبيه تعمل لك جدول الدوري مش عيب. لكن انت كل شويه ميدو دي ناس كلها ناس كوادر تقدر تبني بيها مع الناس اللي احنا بنقول الاسماء الكبيره دي تعمل اتحاد بجد طبعا وكلهم مثقفين وكلهم مطلعين على بره
وكلهم فاهمين انت عايز كده، لكن ميه الليفت الاعلام بيشتغل على ميه الليفت كويس. بيشتغل على لا احنا نعرف نطلع الشغل بنبص من حضن الاسد. أيوة. تبقى احنا ربنا رزقنا بالبصع. لا لسه الدوري هيتاجل ولسه هنعمل ده كارثه يعني حاجه. لا اعتقد ان القرار اقرب شبه صدر يعني التاجيل يا فندم. خلاص انا بقول لك عشان كده هيتاجل، لانه الاقرب التاجيل، لان الانديه مش عايزه تسيب لاعبتها اصلا في العرار السنه دي. طب خد معلومه وارميها البحر، يمكن لو ما تاجلش تحصل. يعني ايه؟ ان ماتش الاهلي وبيراميدز يوم 12 هيتاجل. لا هيتلعب وبعدين اللعيبه تروح. ماتش يوم 22 اللي هيتاجل. ما هو انا بقول لك بقى حاجه جايبها لك من الكواليس اهي. بيجيب معلومات ويقعد يقطرنا بيها بقى. انا بقول لك الاهلي برضه. امال ايه؟ جايبها لك من الكواليس طازه. صعد برضه؟ صعد للدوري هيبقى سهل ازاي؟ والله والله يصعد للدوري ده اخطر خطير. هيبقى اخطر مخبر صحفي. فانت بتقول ان انت عندك معلومه ان ماتش بيراميدز والاهلي هيتلعب يوم 12، لكن التاني اللي هيتاجل بتاع يوم 22. ده عرض من العروض اللي اتحطت على الترابيزه. عرض. امال ايه؟ امال ايه؟ دير بقى دير بقى. ايوه ما الكابتن علي سعيد بيقول لك لا يمكن يتخلى عن المنتخب، لكن مش هنسيب اللعيبه. ولا يمكن يتخلى عن المنتخب، لكن مش بس على فكره الاهلي موقفه زي بيراميدز. احنا عاملين نقول بيراميدز. لا الاهلي برضه. انا المعلومه اللي اتقالت للوزير يعني اللي ضحى بس الزمالك، والزمالك لو بينافس مش هيضحي. مش هيضحي طبعا. لا اللي اتقال للوزير النهارده ان بيراميدز مش عايز، والاهلي قال لك لو بيراميدز ما بعتش انا مش بعت وحقه. ايوه ما هو برضه قال لك الكبار ما حدش يكلمني في الكبار. قال لك طبعا ما حدش كلمني. طيب ما طبعا برضه يعني ما هو برضه لو طبعا كان يسيب لعيب برضه. لو هو بقى لو في الناس بقى الناس كلها تقعد تقول لك انا ممكن اسيب لعيب. انت ما تحطنيش يا احمد. انا ما بقولش انا ما قلتش غلطان وعندي دوري وبلعب كل ثلاث ايام وعايز نكسب دوري وجمهوري وانت اللي زانقني الجدول. انا ما قلتش. وانت تقول لي ايه ما تسيب. ما انا فاهم قصدك. انا بس برضه يعني ما نسمنش الموقف ده حقهم، بس ما نمشيش بيه. يعني حق الاهلي انه يحتفظ بلعيبه، لكن ما قلتش برافو. لا ما حدش قال برافو طبعا، بس عشان في بلد في منتخب. لكن حقك انا مش هجبرك ان انت تسيب اللعيبه. لا ده انا قصدي اقول لك ان المشكله ما بقتش الكبار. ماشي ده الكبار ده بس هي مشكله بدات بالكبار. مشكله هي العند. ما هي العند بدات دي في دي. طب دول هيجي. طب انا مش هسيب. طب انا هسيب. طب اقول لك حاجه. لو الماتش بتاع 22 اتاجل زي ما قلت لك، في لعيبه كبيره من النادي الاهلي هتروح. ما خلاص هو اتاجل. ممكن. لا انا بتكلم عن ماتش بيراميدز بس يعني. اللي هيتاجل 22 ماتش بيراميدز يتأجل. الاهلي وبيراميدز يعني. يعني الاهلي هيلعب ماتشات تاني من غير الكبار اللي هم لو راحوا. زي امام مثلا او عبد المنعم او حاجه. ما هو اكيد بص بيراميدز مش عايز يسيب لعيبته حتى اللي في المرحله عشان ماتش الاهلي. ايوه طبعا. والاهلي هيقول لك وانا مستني عشان ماتش بيراميدز. بيراميدز بيتنشأ على بطوله من ساعه ما المنافسه الاهلي وبيراميدز دلوقتي. ايوه ما بقول لك بيراميدز. انما الاهلي لو هيلعب الداخليه مثلا من غير امام عاشور. بمناسبه الاهلي والداخليه ممكن اقول حاجه؟ يعني الاهلي لعب مع الداخليه. واخد بالك؟ ها؟ والزمالك ورايح جاي، والزمالك لعب مع فاركو رايح جاي، بيفكروني واخد بالك دوري رباعيه زي اللي بتاع دوري الترقي دي. ده الباسكت. دي دوري رباعيه زي دوري الاهلي الاهلي والاتحاد. لا والاهلي لا دوري رباعيه. خد بقى اللي بعد. ايوه اللي هيلاعب الداخليه بكره اللي بعده الجيش. الجيش اللي لسه بيلعب اول امبارح. عارف الباسكت بيست اوف 3؟ ايوه هو ده. يا جماعه انا ما بقتش عارف. يقول لك الاهلي والداخليه بكره. معقوله يا جماعه؟ ده لسه هو الجدول. تحس ان انت حاجه غلط في دماغك. الجدول بتاع الاهلي اخر ماتشات فاركو. اخر ماتشات اليوم ده اخر سبع ماتشات. انا شايف اليوم ده من فاركو وفاركو رايح جاي والداخليه رايح جاي والجيش رايح جاي ودخل في وسطهم ماتش الاتحاد. فواحد عامل كوميك كده قال لك ايه النادي الغريب ده؟ مين ده؟ ايه النادي الغريب ده؟ جابك وسط الناس دي. ده فاركو يا جماعه لاعب الاهلي والزمالك. ده فاركو ما بلوش حد يسال عليه. اقول لك حاجه نفدوا بنقطه النهارده. من اربع ماتشات بتوع الاهلي والزمالك ورا بعض في 19 يوم. عمال يعاني اهلي والزمالك اربع ماتشات. ومدرب لسه بيحط رجله في الدوري الممتاز. انا لو الحاج عامر احط له بيراميدز رايح جاي. ايوه كمان ده هو لو قصد يخلص عليه مش هيخلص عليه. لا ده هيخلص على الشركه مش على الفرقه. فاصل سريع وارجع اتواصل مع حضراتكم. كابتن احمد عيد
هنتكلم على الزمالك وفاركو ولا نكمل المسرحيه اللي احنا فيها؟ لا ما هو يعني بيني وبينك مش عايز اتكلم على الزمالك وفاركو، مفيش حاجه اصلا نتكلم فيها. لا في ماتش ممل، لا في حاجات كتير، في تغييرات غريبه. ايوه ما في، ما احنا لسه بتكلم مع الاستاذ احمد جوه. في مدرب يطلع يقول لك اصل ما عنديش دوافع ولا ما عندهاش دوافع. ما هو دي حقيقه، احنا بتكلم في النقطه دي برضه. ما يقولش برضه. ايوه هو ما يقولش، بس هو ده الطبيعي. انا شايف اللي هو الراجل راي كابتن صلاح صريح بزياده، قال لك ده لو انا قلت الكلام ده انا مدرب الزمالك همشي فيها. ايوه هو الراجل صريح ودي الحقيقه. ما تسمعها يا كابتن، انت كابتن مش مدير فني. ايوه إيه انا مدير الحافز اللي اتحط انت أنا ايه ما اعرفش، بس هو راجل عنده خبرات مفترض كمدرب وكلاعيب ايوه دلوقتي هو بيتكلم هشوف المرحله الجايه انا هعمل فيها ايه. انا معاه جدا في اللي هو يحدد اولوياته المرحله الجايه، هل هو عايز يقعد يشوف لعيبه، يشوف اللعيبه اللي هتكمل معاه، اللي هتقعد، اللعيبه الصغيره اللي هيصعدها، اللعيبه اللي هتكمل بيه. شايف يعني الزمالك باي شكل من الاشكال هو اللعيبه. الموضوع برضو احنا بنلعب كوره عشان نطلع، يبقى عندي دافع هلعب افريقيا او هاخد دوري او هاخد كاس او هاخد اي حاجه، لكن مفيش حاجه من الحاجات دي موجوده. والراجل عشان ياخد مكافأة مثلا، ما الطبيعي الزمالك مش هيطلع مكافآت الا هو بينافس على بطولة الدوري، فما فيش حاجة برضه، ما فيش حاجة خالص. طيب لا هو ممكن يعمل دوافع زي، انا وجهة نظري ان هو يطلع عناصر جديدة، يكتشف باك ليفت جديد، يكتشف يطلع كده كده لعيبة المنتخب الأولمب دي. انت متخيل احنا زي ما بنقول احنا ثلاثة في الملعب بيمشوا، حسام عبد المجيد وزيزو وشحاته، فانت ممكن هتطلع لعيبه جديده وخصوصا ما عندكش دكه. لكن هو طبعا الدفع غياب الدفع، والاهم يا كابتن عادل غياب الجمهور طبعا، ده اهم عامل يا شباب، ان انت ما فيش جمهور، ودي ما فيش جمهور في ماتشات الاهلي والزمالك، دي انت بتفقد 70% من قوتك. لا حتى لو ما كانش عندك حافز فانت صوت الجمهور في ودنك طبعاً في الملعب طبعا بيحفزك طبعا، لكن ما فيش جمهور. ان الجمهور زعلان في الماتشين اللي فاتوا دول، وانا يعني من حقهم الصراحه الجمهور اللي هو يبقى موجود في الموقف دوت. ده بالماتش اللي فات ده النهارده مفيش ايوه مفيش، ما بقول لك ده يعني انت على الاقل الماتش اللي فات يعني انت ب 100 واحد انت فاهم النهارده بعيد عشان برج العرب برضو بعيد والكلام ده. الزمالك والله كان بيروح كل حته، كانوا بيروح ايوه انا بقول لك كانوا بيروح، بس هم واخدين قرار اللي هم مش هيروحوا يعني هم خدوا قرار الناس اللي هي مش هتروح عشان ده درس قاسي للاداره، عشان الاداره بص احنا اتفقنا اختلفنا مع الاداره، هم بيحاولوا يعملوا اقصى حاجه حتى لو هم برضو اي حد في الدنيا بيغلط. اي حد بيغلط، بس اولا حاجتين لازم تبقى واخد بالك، لازم تعترف من جواك بخطا وتتعلم منه عشان ما تكرروش تاني. طبعا اي حد فينا طبعًا. لا هو رده فعل الجمهور بينت لهم هم فين، هم انت عليت السقف يا كابتن، انت بتقول ايوه ما انا بكلمك تصريحات مش هنتنازل مهما يحصل، ما انا بكلمك في كده عملت فيها 7 عناتر يوم الدكه فجاه انا بتكلم في الجمهور تفاعل واقف في ظهرك فجاه سبت لوحده وخلعت. وهو لحد الفتره كلها مفيش حد كان بيطلع يتكلم الا المتحدث وفي الاخر هو احمد سالم بيتكلم من دماغه. ما هو الكلام ده اسمه متحدث يعني، انا هو متحدث يعني لو احمد عضو مجلس اداره وانا متحدث او عيد قبل ما اطلع امبارح عيد في حاجه امبارح احنا مصرين فاطلع اقول مصرين يعني يا كابتن مفيش تراجع، لا اتكلم بقلب جامد. فهو المتحدث في الاخر هو ناقل اتكلم في كذا وكذا وكذا صح طبعا، يعني مش راي الناس برضو ساعات بتيجي عليه. ايوه طبعا مش رايه هو بيتكلم في الحاجات اللي بياخد بيها اوردر اللي هو يتكلم عليها طبعا، وحتى لو متحمس هو نتيجه حماس اللي بيقوله المجلس. ما طبعا فهو لحد امبارح محمد طارق طلع يتكلم، وجهة نظري انا هو اتكلم قال كلام كتير جدا الجمهور حاسس بيه، مواقف كتيره الجمهور حاسس بيها وبيتكلموا فيها، بس في انتقاد جامد جدا لكلامه. ما هو الناس بتنتقد ليه؟ ما هو دي المطالب الناس كانت عايزاها، او اغلب كلامه مطالب الناس عايزاها. هو كلامه ضد المجلس اصلا. ايوه ما هو كلامه ضد المجلس، انا معاك في النقطه ديت. ما هو ده وده ما يصحش برضه. ما هو ما يصحش في النقطه ديت. هو اتكلم عضو مجلس حتى انا شايف اللي هو اتكلم كمشجع راح بالحته الحماسيه اللي هو بس انا اسف احنا قاعدين في البرنامج احنا الثلاثه اهو، يعني احنا من العناصر الرئيسيه في البرنامج، اختلفنا جوه الاوضه واحنا مجتمعين، نطلع من الاوضه راينا واحد صح ولا غلط يا خضر؟ اكيد طبعا. حتى لو انت عيد متضايق من الراي، بس هو اتكلم في نقطه ان هو الموضوع مشي بالاغلبيه على القرار، ما ينفعش يقول كده بالاغلبيه. حتى لو بالاغلبيه انا اشتغل على ترابيزات وسنين طويله وفي عمل عام جوه بنتخانق خناقات رهيبه، واحمد عامل عام كده تخرج
راي واحد قدام راي المؤسسه كده، لا راي عيد ولا راي فبان ولا راي احمد، ده الصح. هو بقى شاب ومندفع شويه ومتضايق، هي دي النقطه وهي راحت مات. هي راحت للحته ديت، لان كمان عرفت ان الناس في المجلس متضايقه، يمكن خضر يقول لنا في دي اكتر. الناس المجلس متضايقه من تصريحات محمد طارق. اكيد طبعا متضايقين طبعا. هو برضو نمره واحد، ما دام في متحدث رسمي، متحدث رسمي اللي يتكلم بس، وخصوصا في اوقات انت ما بتتكلم هتخسر، ملهاش لازم. وبرضو هو على فكره متحمس وشاب جميل وكل حاجه، بس هي ما ينفعش عضو مجلس تحول لمشجع. هو كلام بلسان المشجعين زي الكابتن عيد بيقول صح، لكن انا بتكلم بصيغه على الشاشه. ما ينفعش على الشاشه، ما ينفعش بلسان عضو في المجلس، وما ينفعش ده يبين بره الشاشه. مش كلنا بره الشاشه مشجعين؟ كلنا بالظبط. بتشجع ايه؟ بشجع ليفربول وريال مدريد. بشجع منتخب الاولمبي. لا يا عم انا بشجع الشاطرين. فدي طبعا دي شجع المحله. فاللي بيحصل ده، انا شجع المحله عشان كابتن عيد طبعا، عشان المدافع ده جراني كمان قبل عيد ما يظهر. ده جراني هو بقى النسائي. انت مراتك المحله وانا مقصوره ومحله اخوات. شجع المحله ماتشات بقى على طول، والمقصوره بتتظبط، الملعب بيتظبط. بقول لك ايه، مش هننسى عمرنا اللي فات المنصوره والمحله اخوات. ايوه والله. لا ما سمعتهاش دي والله. احنا تربيت مدرجات. ده ملعب المنصوره ده رحته، كان مرعب برضه يا اخي. الملعب المحله ده لما كنا بنروحه في الاول ده، اقسم والله الاهلي والزمالك ما كانوا. حرام والله. هذه الاجواء لا انساها في حياتي. استاد بورسعيد واستاد الاسماعيليه واستاد المحله واستاد المنصوره واستاد دمياط. لا لا بس اقول لك ايه، المنصوره ايه بص يا كابتن. لا لا استنى، الشرقيه واستاد المنيا المنصوره قاعد يا عم شمال. لا 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 المنصوره استنى، ربع ساعه الاهلي جاب جون بيقلبوا اهلي. ايوه لا بص بيع المنصوره. لا بس المحله الموضوع مختلف. ايوه لا بقول له انا شفت. لا المنصوره بتبيعوا يبيعوا. لا ماتش الاهلي بس. ايوه يبيعوا في ثانيه. ماتش الاهلي ربع ساعه اهلاويه ومنصوريه ولابسين اورنج كلهم. المنصوره جاب جون يهيصوا جدا، الاهلي جاب جون يهيصوا جدا يعني. والمحله مختلف، الموضوع مختلف، جمهور محله بس. وهندعيكم ان شاء الله مع افتتاح الملعب بس. المحله بقى معظمهم اهلاويه برضه. معظمهم اهلاويه. لا انا شايف الناس هناك بتشجع المحله، بتشجع المحله. كل الناس اللي موجوده معايا المحله يومين. ايوه انا بقول لك يبقى شايف الناس كلها المحله يومين هينظر عليها. خلي بالك يعني، هي اعمل دلوقتي على الصفحه استفتاء المحلويه. اعمل استفتاء محله وايه؟ اعمل استفتاء. هيسخنهم بقى. لا ما انا بقول لك اسال مراتك ادوها تاخد بالك. احنا بقول لك ايه، منصور محله اخوات. عمرنا ما ننسى اللي فات. لسه كنا بنشجعهم في، كنا عايزينهم يصعدوا في دوره الترقي اللي فاتت دي. يلا قول لنا انت كنت عايز فرصه. عايز اقول الافلام اللي تحصل في الزمالك دي، ازمه ماتش القمه، التصريحات، المشاكل، الكونفدراليه هتعمل مش هتعمل، الرخصه، الكلام ده كله. رخصه خلاص يعتبر مشاركين ان شاء الله. ده هزار، مفيش مشكله. ده لازم. لكن ده بيعمل ايه؟ هنجي لها دلوقتي. لكن ده بيعمل ايه؟ عارف الايمج، بيضيع الهبه طبعا، بيطمع فيك اي فرقه. يعني دي فرقه، معلش مع احترامي لها، كلها كانت تلعب الزمالك تقعد ما بتخرجش من 18. لا الفرقه دي يا كابتن عيب بتهاجم وبتطمع فيك وعايزه تجيب جون، وده في فرقه من كام ماتش عايز تكسب، مش راضيه بالتعادل يا كابتن. انا مش راضيين بالتعادل، زعلانين. فين؟ كان بيلعب الزمالك. ده انا يعني في فرق يقول لك تعادل، ده عايزه تكسب يعني. انت ايه يا باشا؟ انا طرحت سؤال من يوم عم احنا بنتكلم عن الرخصه، قلت من يزين؟ هل الزمالك اللي بيزين الكونفدراليه ولا الكونفدراليه بتزين الزمالك؟ الزمالك اللي بيزين الكونفدراليه طبعا. يعني الزمالك لو خد الكونفدراليه ايه صح. لا الزمالك عايز دوري الابطال، يليق بيه دوري الابطال، لكن لما يشارك في الكونفدراليه هو اللي بيزينها. يعني لولا الزمالك اقسم بالله لا مشاهده. يعني هو احنا كنا بنتابع الوطن العربي. انا مش مقتنع بالكونفدراليه دي اصلا، انا بتفرج عليها عشان بس الوطن العربي. السنه اللي فاتت البطوله اللي فاتت كان بتابع الكونفدراليه ليه؟ عشان الزمالك. وبتابع الماتشات المنافسين يعني ليه؟ الكونفدراليه دي صغيره على الزمالك كابتن، قليله على الزمالك طبعا. قليله. مين اللي بيزينها بقى؟ لا طبعا الزمالك. يبقى النهارده ما تيجي تقول لي اصل الرخصه والهجمه الاتحاد الافريقي لازم يسعى. انا يعني هو الاهلي والزمالك ماتشاتهم على من زمان بيكسبوا بايه؟ بالهيبه. في ماتشات كتيره قوي طبعا اللي انت هيبه انت ايه لعيب ينفرد بجون الزمالك، بجون الاهلي والزمالك يبقى خايف، وهو بيشوط ضربه جزاء شاكك انها تيجي جون وهكذا. فانت الهيبه دي كل ما تقل بتطمع الفرقه فيك طبعا. الرخصه ان شاء الله الموضوع منتهي يعني. ده ما يصحش اصلا يتفتح. طبعا. ولازم كل الناس في المواقف اللي زي تتكاتف مع الزمالك. طبعا. يعني انا بقى لي اسبوع بقول الكلام ده يعني، وده على فكره مش تجاوز ولا استثناء في لوائح ده يا جماعه الزمالك. يعني انا هبقى مبسوط لو الزمالك مثلا خرج من كونفدراليه ما لعبش ولعب مكانه نادي من انديه الشركات. يعني هل يليق يعني الزمالك او الاهلي؟ ده دول زينت الكره المصريه والافريقيه والعربيه والاقليميه وكل حاجه. اختلف واتفق في الملعب والمنافسه، وده جون لا مش جون، دي بينالتي لا مش بينالتي، لا اللعيب ده كذا. لكن
وناس تبعت لك كومنتات تهاجمني انت بتقول ده مش من حقه. ايه ده الزمالك ده حقيقة. ده في الاخر يعني لو انت في اسبانيا ريال مدريد يقدر يساعده هيساعده على فكرة. او برشلونة استثنى كتير جدا في مسألة النائب الملك النظيف عشان خاطر يعدلوا الازمة اللي هو فيها. فيعني ليه جوميز انت خلصت خلاص وجهة نظرك في القصة بتاعت الادارة؟ الادارة هي دي السبب. انا بس اتكلم انا بقولك على الرخصة يعني الموضوع تقريبا خلاص في اتفاق مع ابو طيب خلاص على التقسيط وعلى الموضوع تقريبا منتهي يعني. وبرضو رغم انتقادي للمجلس حاجة كتير قوي لكن التركة صعبة جدا طبعا يعني عملية يعني مش عارف يعني عملية صعبة قوي قوي يعني حاجة مأساة. بس كان ممكن تدار احسن بكده في الكورة طبعا طبعا يعني كان ممكن ما تجيبش ال10 صفقات تجيب 4 فصل الضغوط في الضغوط كان ممكن تجدد بفلوس اقل من شويه. الضغوط بتخليك تغلط كتير. ما انت افلام كل يوم فيلم صح كل يوم فيلم وفي لعبه بتجدد بارقام كبيره كل يوم فيلم عشان خاطر الظروف والضغوط الجماهيريه. انت لو ما كنتش برضو جبت ال10 صفقات وكيد ما فتحش هي بس انت دافع 4-5 ما تعملش بهم حاجه موجودين بس. وحتى الراجل ما ادهمش فرصه حاجه غريبه برضه. هي دي مشكله الراجل بقى يعني فين مهاجم انا شايف من 10 صفقات لا ده محمد عاطف ده لعيب كبير فين ده لعيب كبير ده لعيب كبير. طب انا النهارده ماتش زي ده انت بتلعب بتقول ما عنديش دوافع لعيب كبير عارف مين عنده دوافع؟ عاطف. طب اقول لك حاجه مهاب عايزين يثبتوا نفسهم. هو من 10 ايام يوم ماتش الاهلي والزمالك اللي هو اتلغى اللي ما تلعبش ده هو الراجل بيجهز عاطف عشان يلعب باك ليفت في الماتش. كان محمد شحاتة هيبقى موقوف وعمر جابر باك رايت. طب وعاطف يلعب باك ليفت وعاطف باك ليفت ما هو لعبه اصلا كمان ماتش سيراميكا نزله 10 دقائق باك ليفت وكان كويس قوي. محمد عاطف لعيب كويس جدا قوي اللعيبه كويسه قوي. يعني طب فين النهارده؟ ما هو مش موجود بقى من النهارده انت بتدي كان على الدكه حتى اخر ايوه ما هو اما نازل نضاي وينج وتاخر مصطفى شلبي فيرود وفي الاخر حتى تغيير اخر تغييره مش بتنزل متيابه 5 دقائق ليه؟ عشان تطلع واحد طويل اللي هو مش مصطفى شلبي بتلعب على الكرات الطويله لا وكرات عرضيه ومفيش لعيب يخلص يعني ليه؟ يعني حتى وطلع عبد الله السعيد ومطلع ناصر مرمى كويسين ليه؟ لا هو ناصر ما كانش احسن حاجه النهارده بس هو عبد الله ما ينفعش. انت اصلا كمان يعني بنتكلم فنيا بتكلم مع استاذ احمد في اخر الماتش انت عملت تغييرات خليت الملعب كله خفيف مع الاحترام طبعا للعيبه اللي نزلت بس كلهم صغيره اول مره لعيبه صغيره لعيبه صغيره يعني متيابه في الملعب ومحمد السيد ومهاب فين؟ ما اللعيبه اللي هي انت شاريها بفلوس قد كده ما تنزلها مهاب وزياد لا عاطف تحديدا لعب الماتش اللي فات ما تلعبه اديله بقى انت مش هو بيتكلم على الدوافع؟ من اكتر ناس يبقى عندها دوافع؟ هم دول اللي هيبقوا عندهم دوافع اللعيب اللي هو ما عايز يثبت ان انا ابقى موجود واقعد وعايز الجمهور يشوفه والدوري بيخلص وعايز يثبت ان هو صفقه كويسه بس هو لمح لكده النهارده وانت حتى ليك انت كفرقه ما تكتشف يا عم عاطف ويبقى معاك السنه الجايه نجم النجوم او زياد خلينا احنا حتى نقول انت لعبت نضاي باك ليفت لو لعبت عاطف باك ليفت مش هيلتزم هيلتزم طبعا هيبقى احسن من نضاي هيبقى احسن أيوه. باك ليفت اي حد يبقى احسن يعني الموضوع لا هي لا اللي بيقول عليها شمالها دي فعلا يعني هو لو ما لو حد شايفنا دلوقتي يقول له فعلا ما فيش دوافع لكن الدوافع اللي قال شمالك اللعيبه صح هي دي اللي هي عايزه اللي احنا هي الحاجه الوحيده احنا بقينا عارفينها اسماء بس هي الحاجه الوحيده لكن ما شفناهاش هي الحاجه الوحيده هو الدافع الوحيد ايوه طلع هو لمح لكده برضه النهارده في المؤتمر هات يا كابتن رفاعي من ناشئين يلعب مساك هات باك ليفت جديد كان قال انا مش مصدق موضوع الباك ليفت لغايه النهارده في الزمالك بالذات باك ليفت في ناشئين لان الزمالك ما بقاش عنده دافع المنافسه في 2005 وفي 2003 ايوه انت في الزمالك جرب يعني انت في الزمالك دلوقتي بعدت عن المنافسه خلاص انت معترف والظروف بتقول كده جرب واكسب لعيبه جرب انت لعبت درجه اولى كام سنه يا كابتن؟ لعبت ايه؟ درجه اولى فلسطين وانت كام سنه؟ وانت كام سنه؟ 19 طب ما ما تطلع بقى من لو 19 والكلام ده ما يلعب ده كان قدامك 5 سنين على ما تلعب الايام دي لا 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 ما 19 ده هنا لسه بيقولوا عليه لعب المسابقه بتاع ده انت في الحضانه كده ده قدامك 5 سنين لازم عندك 24 لا يعني انا قصدي ما تطلع بقى في السن ده طلع يلعب احنا 2003 السنه دي 21 سنه بيلعب 25 وسيف جعفر بيقول ناشئ عنده 26 سنه قرب يأدي وسيف يعني جعفر اختفى برضه فين طب سيف جعفر اختفى خالص خالص يعني بصراحه انما نتيجه عادله شايف ان الزمالك ما قدمش حاجه طبعًا. كبيره اصلا في الماتش طبعًا. اللي هو ليك تعليق على ركلتين الجزاء هنا او هنا وكابتن توفيق دخل معايا قال الركلتين صح
يعني قال لك ممكن بالعين المجرده ما تجيبش ناس قوي ركله زيزو، بس هو لا هي واضح فيها واحده فيها ركبه واللمسه في ركبه في كعب رجله. هي دي باينه من اول لقطه من اول لقطه بتاعت اللايف باينه جدا. لا يعني بمناسبه ضربات الجزاء يا كابتن شبال، بس مش هخرج على الموضوع اللي حصل مع المقاولين ده امبارح يا جماعه، وضربه جزاء وتحسب انت عارف الدقيقه كام 107 ولا الكلام ده، انت بتخلي نادي يخبط كده خلاص. الضربه صح ده الضربه صح الضربه، ما هو الضربه امتى؟ جزاء سليم. ايوه فهمت، انت جاي مع الوقت الممتد. يعني انت بس هو استاذ احمد عشان يعني ابو السعود وقع فتره كبيره، وقع ده كام 96.5 وهو حاسب 7 دقايق يا سيدي يحسب ساعه بعد وقع 7 دقايق حسب بعد ما اقول لك حاجه بعد ما قام قال لك 4 دقايق اربع دقايق هو حاسب الوقت اللي وقع. لا ده هي المشكله، الكوره مش عايزه المقاولين ليه؟ الكوره اصلا راجعه على ابو السعود بينادي عشان يمسكها، راح السردباك شايطها من قدامه قلشها وقعت على ال 18، راحت هي دي اللي كانت والله انا حسيت كان هيمسكها هو بتلعب، حسيت الكوره ما هي خلاص هو يعني انت جالك الكلام وبتاع اللعيب متوتر، انا جالك الاحساس انها جايه اقسم بالله انا عارف هو مسعود نادى اسمه احسن تعليق ان الكوره مش عايزه المقاولين. ايوه هي مش عايزه باين شكل الكوره. ايوه يعني اي حد بيتفرج حتى فاهم. بيشيلها الكوره ما طلعتش من على الارض مشيت كده راحت لعيب بتاع امبير عامل السرو ضربه جزاء، يعني حرام النادي زي المقاولين ده. طبعا انا معاك في قصه الوقت الممتد ده. طبعا كابتن احمد عيد شرفتنا ونورتنا. استاذ احمد الخضري شرفتنا ونورتنا. بحييكم على موضوع العالم ده، الحاجات دي شباب انا بتميز بيها من ايام الاعداد طبعا اللي كانت بتعمل مشاكل. ما انا بحييكم بحيي الاعداد طبعا، يعني لقطه جميله تحس انها هي دي اللي بتميز البرنامج. يعني الله يخليك يا استاذ خضري. احنا كده وصلنا لنهايه حلقه النهارده، بكره ان شاء الله اذا كان عمر مشيئة الله في التمام 11 مساء حلقه جديده من بوكس تو بوكس. الى اللقاء.